راكسي كوم استاتي؟ ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي فاتشلي سهل سهل، وكمان قناتنا امبارا كون سهل اتعلم مع سهره. النهارده حلقتنا جديده ومميزه جدا عشان هي بعنوان ديتاتو. انكورا ديتاتو. يعني ايه ديتاتو؟ يعني املا. هتملينا واحنا لسه خدنا حاجه عشان نتملى. على فكره انتوا تعرفوا دلوقتي حاجات كتير وتقدروا تتملوا كلمات كتير جدا، وعشان كده انا قلت لكم اتحداكم ان انتوا لو قريتوا الفوكالي كويس هتقدروا تتملوا. انا قررت ان انا النهارده اعمل لكم املا. يلا ما تستغربوش، قاعدين ليه؟ هاتوا بسرعه قلم وورقه وابداوا تملوا معايا الكلمات اللي هناخدها النهارده ونشوف هنعمل فيها ايه. اول كلمه عندي كلمه اونو. طبين في كمان دي تو. تمام. عندي كمان ما نو. بين في كمان تشي ني ما. طب هنا وبعد كده ممكن نكتب فاتشيلي. عنوان البرنامج بتاعنا صح؟ فاتشيلي. تمام. ممكن كمان نتملى كلمة تشنتو. انكورا تشنتو. هاي راجعوهم تاني، والناس اللي ما كانتش فاكرة كويس او حاسه ان هي بتكتب بتدخل حروف مع بعض ترجع تاني لحلقتنا بتاعت اللي فوكالي تقراهم مرة كمان وتسمعهم معايا، وبعد كده ترجع تشغل دي وتتملى معايا من اول وجديد. اول كلمة عندي اونو يعني واحد. تمام. بعد كده كتبنا ديتو. شايفينها مكتوبة ازاي؟ ديتو. ديتو يعني صباع. ديتو. عندي كمان مانو يعني ايد. مانو. كمان تشينما يعني سينما. وكمان فاتشيلي. سهل طبعا. واخر حاجة عندي تشنتو. شايفينها؟ تشنتو يعني مية. تمام. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واتمنى الناس اللي اتملت معايا وتابعت معايا تكون كتبت الكلمات صح، وبرضو مش عايزة الناس اللي غلطت في حاجات انها تكون زعلانة، انها حست باليأس ان انا لسه بتعلم وغلطت كتير. ده طبيعي جدا جدا، ويكفي لو كلمة واحدة كتبتها صح. ولو ان الناس اللي هي لو رجعت تفكر نفسك بالليبوكالي قبل ما تعمل الحلقة دي او تكتب معايا الكلمات، انا واثقة ان انت مش هتغلط في حاجة خالص. ومع ذلك ما تيأسوش، دي لسه بداية، ويكفي ان احنا عرفنا نفرق شويه ما بين الحروف بتاعتنا في الايطالي وفي الانجليش عشان طول عمرنا بندرسها بالانجليش. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، وانتظروني في حلقه جديده. ساره البحيري. تشاو.